بالضيق أمام السلام عليكم الإخوان، أهلا بكم في هذا الفيديو. المنتخب الموريتاني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويخرج المنتخب الجزائري من دور المجموعات بمذلة. للمرة الثالثة الجزائر تقصى من الدوري الأول. في هذا الفيديو غادي نشوفوا بن الشيخ محبوب المغاربة ورد فعل ديالو حول خروج المنتخب الجزائري من الدور الأول. شاهدوا معنا الفيديو، بركات لأننا تجاوزنا الخطوط الحمراء مثل ما كان يسمى جمال بالماضي الخط الأحمر. بعد الإقصاء في الدور الأول في نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة بالكاميرون، إقصاء مر من نهائيات كأس العالم أمام منتخب كاميروني متواضع في تشاكر، ها هو الإقصاء الثالث على التوالي في المنافسة الكبرى. أين هم أصحاب البلاطوهات الذي كان يتنادى بهم المدرب الوطني ويشكك في نواياهم وفي وطنيتهم؟ أين هما أصحاب التليفونات التي قال الناخب الوطني مؤخرا أنه بعد 5 سنوات ستاني شك كو مازال تليفوني صوني؟ إذن اليوم نقولوا احنا ستاني شك كو بعد 5 سنوات نقصى لثالث مرة بطريقة مهينة. ليس المنتخب الجزائري الذي يقصى أمام منتخب موريتاني، مع كل احتراماتنا للمنتخب الموريتاني الشقيق، لكن اليوم كارثة حلت بالكرة الجزائرية وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته، بداية بالناخب الوطني الذي ينال كما يعلم الجميع راتب معتبر جدا. الدولة الجزائرية وضعت تحت تصرف المنتخب الوطني فندق بأكمله من أجل التحضير. الدولة الجزائرية وضعت في تحت تصرف المنتخب الوطني طائرة خاصة لنقله إلى طوغو من أجل التحضير بالعملة الصعبة، بعد ذلك طائرة خاصة من طوغو إلى بواكي للتحضير في ظروف جيدة، لكننا لم نتمكن من تحقيق فوز في نسختين متتاليتين، وهذه لم تحدث في تاريخ كرة القدم الجزائرية منذ الاستقلال. انهزمنا أمام غينيا الاستوائية، تعادلنا أمام سيراليون، وانهزمنا أمام كوت ديفوار في الدورة الماضية. هذه المرة بقينا نتغنى بأننا لم ننهزم في 2023، لكننا أخذنا صفعة اليوم أمام المنتخب الموريتاني. كانت هذه فقط مقدمة عفوية لم أقم بتحضيرها، لكنني مثل الشعب الجزائري ومثل اللي راه معايا في البلاطو، إحباط كبير وكارثة حلت بنا بعد هذا الإقصاء المر والمر للغاية. علي بن شيخ مساء الخير.